طب خلينا نتكلم عن رحلتك مع المنتخبات. انت كل المنتخبات سنك دخلتيها؟ الحمد لله. هل في منتخب او حاجه ما اتخذتيش، ولا كنت دايما انت حافظه مكانك؟ لا يعني الحمد لله كنت دايما موجوده، الا ساعه يعني اتصبت، فطبعا فاتتني. جالك ايه؟ جالي قطع في الرباط الصليبي. يا خبر ابيض. كان عندك كام سنه؟ كان عندي ساعتها 17 سنه. يا خبر ابيض على الاحباط. طب وكان عندك منتخب وما رحتيش؟ كان عندي منتخب وما قدرتش اسافر. وانما كل المنتخبات سواء 15 بقى ناشئات وناشئين كنت بتشاركي فيهم عادي، حتى المنتخب الكبير بتشاركي. الحمد لله المنتخب الكبير يعني استدعوكي اخر تجميع اللي اعرفه كده. طيب والاصابه دي جات لك امتى؟ يعني في ماتش ايه ولا جات لك ازاي؟ جات لي في ماتش مع النادي عادي، كان حتى عندنا في النادي. لا كانت اخر نقطه في الماتش خالص، وكان ماتش ضد سموحه، كان في الجمهوريه يعني، كنا لسه صغيرين تحت 18، فكنت بنط، نزلت من غير ما اي حد يلمسني، نزلت على رجل واحده، ركبتي لفت، فبس. خبر ابيض، انا مش عايزين افكرك بالاصابه دي، بس الحمد لله انت رجعت يعني، ورجعت احسن من الاول، وربنا عوضك اهو الحمد لله. يعني انت جيتي النادي ودي حاجه كويسه، يعني حاجه كويسه ان انت اتعلمت ازاي يبقى عندك عزيمه، وان انت ترجع من الاصابه، وازاي تقف على رجلك تاني، وازاي تخلي مصر كلها تشوفها انها احسن. وكمان جات لك في سن صغير، يعني في ناس بيجي لها في السن ده بعد الشر ما بيقدروش يرجعوا منه. ايوه ولكن انت قدرتي تقف على رجلك تاني وترجعي، فطبعا ربنا عوضك. ساعات بتبقى المأساة او الصعوبه اللي الواحد بيعدي بيها بيتولد بعديها واحد تاني، فممكن صح. تكون الاصابه كانت كده معاكي. طب خلينا نتكلم عن طموحاتك مع النادي الاهلي. احنا طبعا انا بس عايز اقول لحضراتكم حاجه، ان احنا زينه كانت المفروض تبقى معانا الحلقه اللي فاتت، هقول لكم سر يعني، وانت ما تعرفوش انت، هقوله على الهواء. وكلمنا طبعا كابتن حمدي الصافي، لان احنا لينا بروتوكول او لينا اصول، ان احنا لما بنستضيف حد لازم ناخد موافقه النادي وموافقه المدير الفني، ده البروتوكول وده الاصول جوه النادي الاهلي، مش اي حد بيطلع في اي وقت، لازم يكون متماشي مع خطه او برنامج الفريق. فكلمنا كابتن حمدي الصافي، رفض، قال لنا لا عندنا تمرينه. يعني عايز اقول قد ايه النادي الاهلي بيقدس التمرين والتدريب. قال لا خلاص، يعني زينا اول تمرينه وما فيش اعذار، لو ما عندهاش تمرين او مش الحلقه في ميعاد يعني او مكان او وقت نقدر نديها اكسكيوز او تبقى بره ميعاد التمرين، انا موافق. فيعني عايز اقول لك ان يعني النادي الاهلي برضو ليه. ايوه طبعا. فانتوا خلينا نتكلم على طموحاتك مع النادي الاهلي. احنا دلوقتي خلاص واضح ان الدوري داخلين عليه، والدوري هيبقى مجموعه واحده ورايح جاي، يعني مش هيبقى طويل، بس هيبقى عندنا بطوله عربيه في يناير، وان شاء الله غالبا بطوله افريقيا في مارس. واتمنى يعني انا زيكم اتمنى انها تيجي النادي الاهلي. انا ما عنديش اي معلومه، عشان ما تقولوش ان هيثم بيقول ان احتمال، ما عنديش معلومه. مستعده للحمل ده؟ يعني احنا عندنا 4 5 شهور في منافسه، معاكي ناس في مركزك قويه، جاهزه للكومبيتيشن والطموحات دي؟ طبعا احنا المنافسه فعلا جامده جدا. احنا انا معايا كابتن نهله سامح وساره امين ودعاء الغبيشي ومايا ممدوح وفريده حناوي، فطبعا المنافسه، لان كلهم كويسين، فطبعا المنافسه كويسه جدا. بس يعني هي المنافسه دي هي اللي بت بت بتعمل احسن حاجه. فطبعا انا طموحاتي ان احنا نحاول ان احنا نحافظ على الاربع القاب، بطولة الدوري، بطولة الكاس، بطولة عربية، بطولة أفريقية إن شاء الله. وإن احنا فعلا نعمل أحسن حاجة عندنا يعني.